اليابطة بتاعت الفقراء دي بيجي لنا ناس غلابة بسبب أزمة كورونا، قعدوا في البيوت فما عندهمش السيولة اللي هم يجيبوا عيش وكده. فطبعا لما بيقول لي ما اقدرش اقول لهم لا، عشان ما حدش بيبات من غير عشاء. لا والله انا مخليها على طول، يعني لحد فتره الكورونا وبعد فتره الكورونا احنا كده كده مطلع لله على طول. اكبر كميه ممكن ياخدها ممكن ياخد ب5 جنيه، وهو لو حب يزود بيزود، ولو عايز ثاني بيقول لنا احنا بنديله. يعني اللي بيجي بيجي كل يوم بياخد، انا بعرفهم بعرف شكلهم، حتى لو جالي حد جديد بيتابع معايا بعد كده بحفظ شكله، هو ابتدى اسجل بقى في الدفتر، ببقى عارف قد كده بطلع قد كده، وببقى حافظ العدد.